استمع السيد محمد بوسليماني وزير الاتصال خلال زيارته لجريدة الجمهورية لعرض مفصل حول الجريدة الإلكترونية التي تم إطلاقها في الفاتح مارس لتواكب آخر الأحداث والمستجدات الوطنية والمحلية، خاصة ما تعلق بالتحضيرات لاحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط. العثمانية الإسلامية الإسبانية الفرنسية
وفي نفس الوقت حتى الترويج للعادات نتاعنا والتقاليد ان شاء الله مع نهايه ان شاء الله الماي تكون وجد. الان راهم فرق كل واحد كل ورشه راح متكلفه ب ان شاء الله نكونوا باش تتبعوا تحتاجوا غير فوهر ولا تحتاجوا في الصون وفي اللاس؟ انا احنا ما دينا نتبعوا هنا على المستوى عندك مطبعه سوسيتي دي امبريسيون دي لويس اتصلوا بهم دوك الوزاره اتصلوا ان شاء الله هذه لان هذا المشكل هذا لان احنا على اساس اننا الجريده الوحيده العموميه على المستوى الرقمي احنا حابين باش نكونوا حاضرين على المستوى الكتابي والورقي على مستوى ايضا الكابسول ويديروا دي كابسول فيديو دي بورتري على في كل المجالات معناها ان الزائر من يجي يكليكي اورو تخرج له هذه الواجهه باش نخدموا ان شاء الله ان شاء الله.